اسم المدينة لم يكن سوى تلك الكلمة العربية التي تعني مستوطنة حضرية، لكن المستشرقين طلقوا اسم المدينة بكسر مدينة عن مدن تاريخية للمغرب العربي. ومع امتداد مدن خارج الأقصر أصبحت هذه التكتلات الأوراقية تسمى المدن التاريخية أو العتيقة. وحال اليوم بالكثير أن المغرب يتوفر على حوالي 30 مدينة عتيقة، وفي بداية القرن الماضي كانت مدينة فاس ما يعادل 200 هكتار، ومراكش 70 هكتار، لا يقل عدد سكانها على 100,000 نسمة. وبمقارنة كان يحكمهم في مدينة العرش حوالي 5,000 نسمة داخل فضاء لا تتعدى مساحته 9 هكتار. من خلال هذه المداخلة سأحاول أن أسلط الضوء بالمشاهد أولاً على أهمية هذه المدينة في خلال التركيز على العناصر المعروفة في تأسيسها وأصولها، وكذلك لإعطاء نظرة على التطور الحضاري، ثم سأتناول الجوانب المتعلقة بصورة هذه المدينة وخصوصيتها مع الإبداء ببعض الأمثلة لعملية التضليل وإعادة الاعتبار التي كان بالشرط أشرت إنجازها. وأخيراً التوضيح كيف يمكن تحليل المشاهد العتيق كنظام بيئي ومقارنة ما يسمى حاليا بالأحياء البيئية، وذلك من خلال تطبيق معايير التخطيط الحضري المستدام عليه. وفي الختام سأقترح إن سمحتم بعض التوصيات لتحسين أوضاع هذا النسيج الحضري على أسس الاستدامة. كما هو الحال بالنسبة للعديد من المدن المغربية، فإن تاريخ تأسيس مدينة العرش يضم لغزا حقيقيا، إلى أنه في القرن الرابع قبل الميلاد أشار تقرير سولو سيلاكس المتعلق برحلة قامها سيلاكس إلى بحر المتوسط وعلى طول عقرب إفريقيا إلى تواجد مدينة وبناء ليبيين على الضفة اليسرى المنصبين على الأسس. لذلك يمكننا أن نفترض أن مدينتي عرش وليسوس تعايشا، واحدة مرمرية والأخرى قد جميلة. كان تطور إحداهما وتراجع الآخر من جهة مرتبطين بتطور الأسطول البحري، وبالتالي تحويل الميناء نحو مصب على الأسوس، ومن ناحية أخرى إلى تراجع الإمبراطورية الرومانية. أخذ اسم العرائش يأتي في بعض النصوص من عريشة، وهي كلمة عربية مشتقة من فعل عرش أكارون، حيث تشتهر المنطقة بمزارع الكرول، والتي يمكن العثور عليها منقوشة عن الولادة النقدية المستعملة بالأكسوس الآن. على مر تاريخها سوف تكون المدينة مجالا لأطباع القوى الأوروبية بسبب موقعها الاستراتيجي، حيث تم التأكيد على أهمية انتشار المدينة من خلال تمديدها الأول في الأطلس الكتالوني الذي يعود تاريخه إلى عام 1975 ميلادي. وبالرغم عن صغر حجمها أقامت العرائش في القرنين الثالث عشر والرابع عشر روابط تجارية مع جنوبا والبندقية في إيطاليا، وكذلك مع الملك قشتالة الأهرامية. في نهاية القرن الخامس عشر في عهد الوطاسيين قام ملك فاس بتحسين المدينة وفرض حماية دائمة للحد من احتلال الأسطول الإيبيري لساحل محيط الأطلس. هكذا أصبحت العرائش محورا استراتيجيا دفاعيا ضد التوغلات المسيحيه. لذا فان اقدم حي في المدينه العتيقه هو بلا شك حي القصبه الذي يعود تاريخ تحسينته الى القرن الخامس عشر ميلادي. واهم المعالم التي شيدت في هذه الفتره هي باب القصبه الذي تم ترميمه سنه 2006 وبرج اليهودي وهو حصن مربع الاضلاع وبقايا سور المدينه التي يمكن للمرء ان يراها في زاويه شارع جوجماس وكيلر. سيؤدي ارتفاع النمو السكني الى استغلال الفضاء داخل الاسوار برمته، وسيعمل هذا الضغط على ظهور بعض المباني التي كانت تأوي سكانا جددا مثل البحاره واللاجئين والقراصنه من الموظفين او غيرهم بالقرب من الميناء وعلى الطريق الرابطه بين القصبه والميناء الذي يسمى حاليا شارع جوجماس. في نهاية القرن السادس عشر بعد معركة وادي المخازن المعروفة بمعركة الورود الثلاث، قام السلطان أحمد المنصور الذهبي ببناء حصنين الذي يطلق عليه حاليا برج الأخلاق وبرج الإيمان. في القرن
القرن السابع عشر تحت الاحتلال الإسباني في عهد فيليب الثالث، فبتوسيء مجال المدينة وبناء تحسينات جديدة من طرف المهندس بوتسيدا أردوريلي مع توفير العديد من المساحات الفارغة، واستجاب هذا التصميم وتنفيذه بحاجة لإيواء القوات العسكرية التي كانت تمارس سيطرة فعالة على المنطقة. وكانت هذه الأسوار تحصن مساحة تعادل 8.6 هكتارات، وستحافظ المدينة على فضائها الداخلي لمدة 3 شهور. من معالم هذه الأفطار يمكن مشاهدة البقايا المتلاشية والموجودة على الشرق الأطلسية بالمكان الذي وقع عليه اسم سيلوكان. بالإضافة إلى ذلك، ستولي القوى الأوروبية اهتماما خاصا بميناء العرائش، حيث تم بناء العديد من القنصليات، بما في ذلك قنصلية البرتغال، بداية متواجدة الآن وهي في حالة الوزارة يجب أعتقد أن بها مضمومة، وتواجد عدة جنسيات فرنسية وهولندية وإنجليزية وبلجيكية وبالطبع إسبانيا. هذه المباني تم تشكيلها على طراز الأوروبي. في القرن الثامن عشر شهدت المدينة تطورا حضاريا هاما بفضل الازدهار الاقتصادي الراجع إلى موقعها الاستراتيجي واستقرارها السياسي وانفتاحها على العالم الخارجي، خاصة في عهد السلطان سيد محمد بن عبد الله. وفي سنة 1972 سترى النور عديد من الفضاءات العمومية والمبادئ الحضرية كسوق الصغير وفندق زوجو والجامع الأعظم. رسم المهندس المعماري الفرنسي أرداك تيودور كومي تصميم المدينة مركزا على نفس الطراز المعماري والعمراني الذي اعتمده بالنسبة لمدينة الصورة في عام 1967. هكذا سيخطط عن 1972 تنظيما لفضاء سوق الصغير ليصبح مركزا للمدينة العتيقة. وأخيرا في القرن التاسع عشر وبعد الغارتين اللتين ستعرفهما عرائش في عام 1823 وعام 1860، شهدت المدينة ترويجيا لدخول سكان أوروبيين شذرته بفرص تجارية، كما يتضح من العديد من المنشآت والبنايات ذات الواجهات الكلاسيكية جدا. مع بداية القرن العشرين سيتم تنفيذ توسيع المدينة انطلاقا من ساحة التحرير، وهي بمثابة محور يربط المدينة العتيقة بالنسيج العماري الجديد الذي تم رسمه على شكل شعاعي. من الخصائص المميزة لهذا التوسع الحضري هو الحفاظ على النسيج القديم للمدينة. ومع امتداد العمران خارج الأسوار سوف تتغير تدريجيا حالة المدينة القديمة، لأن المرافق الأساسية كالبنوك والإدارات والمحلات التجارية سوف تنتقل نحو الأحياء الجديدة السهلة للخروج. وبالرغم من إحداث مركز جديد في المدينة الحديثة، ستحتفظ المدينة العتيقة بدورها الاجتماعي والاقتصادي. فقط وفر هذا التوسع العمراني للعرائش مركزين، مركز تقليدي ومركز حديث. تتميز مدينة العرائش بتضاريسها المنحدرة نحو مصرف نهر بكسوس، كما أن موقعها بمحافظة البحر يوفر لها مناظر طبيعية تشد خلابها. إنها تتقاسم مع نظيرتها من المدن القديمة المغربية المطلة على المحيط الأطلسي نفس المعالم المعمارية المتمثلة في مختلف أشكال الإطارات الموضوعة حول أبواب البنايات، والتي عادة ما تستمد شكلها من أنماطها النسبية الأوروبية، وكذلك في نوعية المنازل المتواضعة معظمها نسبية مقارنة مع المدن الداخلية كتطوان وفاس ومراكش، مع تواجد عدد قليل من المنازل التي يمكن أن يطلق عليها اسم المنازل البرجوازية باستثناء قصر مولاي إسماعيل أي المعهد الموسيقي الحالي. من المهم أن ندرك أن العلاقة بين المعالم الهندسية المتميزة والفضاءات القديمة المتواجدة حولها هي علاقة جذرية تفرض علينا الطريقة التي يجب أن نتعامل معها عندما نفكر في ترميمها أو الحفاظ عليها. هكذا يجب الاعتناء والاهتمام بالمركب الحضاري باعتباره جزء لا يتجزأ، حتى لا نخاطر بإخفاء المشهد الحضاري المعبر عن أصالته وقيمه المادية واللامادية. وفقا لهذا النهج شرعنا في إعادة الاعتبار لمحور مولاي مهدي. هذا التدخل
شمل مجموعة من المشاريع التي تم تنفيذها على امتداد 6 سنوات ما بين عام 2002 و 2008، وهي ساحة الأنوار، شارع مولاي المهدي، الصالات المتواجدة به، مركز القصبة التابع للتعاون الوطني، منزل خالد يطلق عليه مساحة عبارة عن سكن صغير لا تتعدى مساحته 40 متر، ولكن يحتوي على جميع الشروط والمعايير التي تنطبق على البناء داخل المدينة العتيقة، ونافورة مسجد الأنوار كذلك، وساحة الطبري، وأخيرا باب القصبة. هذه العمليات المختلفة مكنت من تحسين صورة حي القصبة الرومانية. ناحية باب القصبة كانت المدينة العتيقة وما زالت ميدان للعديد من التدخلات، سواء المخططة منها أو العامية التلقائية. ولقد راكمت مدينة العرب قرونا من الخبرة مما يمثل زخما معرفيا لا يستهان به. وحتى بذلك القرن العشرين مع ظهور أساليب البناء الحديثة كان النموذج العتيق المستعمل للمواد الطبيعية هو الدرجة الوحيد. في الواقع كانت هذه المواد تتميز بمرونة كبيرة في التكليف مع السياقات المتعددة. المشكلة حاليا في رأيي المتواضع لا تكمن في رفض المواد الحديثة وتخريب الأساليب التقليدية، علما أن العديد من الممارسات التقليدية الجديدة تتلائم مع المعايير الحديثة. في عام 2006 تم ترميم باب القصبة في إطار الشراكة مع حكومة الأندلس حسب قواعد تقنية وفنية معتمدة دوليا، مع الاستعانة بالخبراء في ميدان جد دقيقة. كان باب القصبة في البداية بابا يتم الولوج إليه بواسطة من السوق الصغير إلى حي القصبة بشكل منعرج، ولكن أعيد تشكيله في عهد الحماية بداية القرن العشرين. يشتمل المجمع الحضري للسوق الصغير على العديد من المباني والمنشآت، بما في ذلك باب القصبة الذي تم بناؤه في القرن الخامس عشر، والمسجد الأعظم وفندق زوجو الذي بني في القرن السابع عشر وتم ترميمه في القرن العشرين قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الفترة الممتدة من سنة 2015 و2017. إن اللوحة الروحانية على باب هذا الفندق تشير إلى أنه بني في عام 1183 هجرية من قبل السلطان بن عبد الله، ولقد تم بناء هذا الفندق على أنقاض مسجد شدد في عهد مولاي إسماعيل، وتم تصميم المبنى على شكل فندق تابع للجامع الأعظم يأوي الطلاب الذين يتابعون دراستهم في التعليم الديني بنفس المسجد، لذا سميت المدرسة، ويعتبر هذا المبنى جزء لا يتجزأ من المركب المعماري والحضري للمدينة القديمة، والذي يتألف من سوق الصغير والمسجد الأعظم وباب القصر. ويمكن اعتبار الواجهة الرئيسية لهذا الفندق مع باب القبيبات ستارا حقيقيا يغلق المنظور الجديد لسوق الصغير. المبنى رائع بأسلوبه ويحتوي على طبقين وتوسطه في نحو مساحة 280 متر مربع. وأخيرا تأتي مسألة النموذج التي تدخل في صلب النقاش الحالي حول النموذج الدنماركي. فالسؤال الذي يمكن طرحه هو هل المدينه العتيقه تستطيع ان تصبح نموذجا حضريا للتعبير في القرن الحديث؟ كسائر المدن العتيقه للمملكه، مدينه العرش تتوفر عن نسيج قديم تم تاسيسه وتطويره حسب منظومه حضاريه قائمه على اسس محدده تشمل مختلف الجوانب التنظيميه والوظيفيه. غالبا ما ينظر الى هذا النوع من التخطيط الحضري على انه غير مساوي للعصرنا، لكنه يحتوي في كوفه على أحدث مفاهيم مدينة المستدامة. هندسة معمارية بيئية، مدينة مخصصة للمشاة، تتوفر على كثافة واندماج عاليين، كما أن تأثيرها البيئي منخفض جدا مقارنة مع المدينة الحالية. هكذا نرى أن المدينة العتيقة طورت عبر العصور نظاما عمرانيا صديقا للبيئة، حرصت من خلاله على احترام التوازن بين المجالات الطبيعية والمساحات المبنية مع تسيير حضري يضمن التمازج الاجتماعي والوظيفي. هل يمكن اعتبار هذه المدينة العتيقة بالعاش حقا مدينة تنموية؟ للإجابة على هذا السؤال من الضروري تحديد وضع المدينة العتيقة فيما يتعلق بخصائص المدينة المستدامة. بالرجوع إلى الخصائص الرئيسية للمدينة العتيقة في كونها تحاط بالأسوار
وتتوفر على مركز مشهور مسجد ومات متاجر بسوق صغير وطرق رئيسية لربط منها بمختلف مراكز المدينة، وهي أساسا منطقة مخصصة للسكن بشوارعها ودروبها الضيقة وأحيانا مسدودة، وبفضل مرافقها الرئيسية الضرورية للحياة الاجتماعية كالمحلات التجارية اليومية أفران وحمامات ونسيج كثيف يتكون من المنازل التقليدية تضمن تهويتها من خلال الفناء الذي يتوسطها. نلاحظ أن هذا النموذج يتوافق مع مفهوم البقعة الكبيرة وما يسمى في التربية المستدامة بالسكر كيلو الكثيرة الكبيرة البقعة الكبيرة المعتمدة في الدراسات حول المدينة المستدامة. هكذا إذا سمحتم سنقوم بتطبيق المحاور الثلاث المعتمدة بالنسبة للمدينة المستدامة، وهما التمازج، يعني تمازج بحرية والطبيعة والأيض الحضري، أيض حضري ترجمها بميتابوليزم يوردان. لنقف على مدى تطابقها عن النسيج العمراني للمدينة العتيقة. من ناحية التمازج الاجتماعي والوظائف في ميكسيتي فونكسيونيل اي سوسيال، بما يتعلق بالتمازج الوظيفي تتمتع المدينة العتيقة بتنوع وظيفي لا مثيل، سواء من حيث المحلات التجارية المتوفرة أو الأنشطة الاقتصادية المتواجدة. أما من ناحية الاجتماعية فيتغلب تغلب الفئات الاجتماعية البسيطة بسبب مغادرة العائلات الميسورة النسيج العتيق إلى خارج الأسرة. المدينة العتيقة هي أصلاً مجالاً سكنياً بامتياز، لذا ليس فقط من الضروري تحسين وضعية السكن لكي يوفر للساكن ظروف العيش لائقة، ولكن بالإضافة إلى ذلك من الضروري تحسينه في إطار الحفاظ على المبنى بترميمه على أشكاله الحالية. في الواقع هل بعد إعادة بناء مباني داخل النسيج الحضري العتيق سيؤدي في النهاية إلى اختفاء كامل للتراث العمراني؟ ويمكننا أن نرى هنا في هذا التصميم المتعلق بالمباني الآلية للسقوط استفحال هذه الظاهرة. المنازل التي أعيد بناءها حددت على التصميم باللون الأحمر والأصفر بالنسبة للمنازل المهدمة. إنها ظاهرة تعاني منها سائر المدن التاريخية بالمملكة، حيث يتم استبدال الهندسة المعمارية التقليدية بأخرى دخيلة ولا تتوفر على أبسط المعايير المعتمدة بالنسبة للمدن البيئية. من ناحية الحركية أو التنقل كما يصح القول، بما يتعلق بالتنقل يمكن اعتبار المدينة القديمة فضاء مناسبا للتنقل الناعم، فضلا عن أنها فضاء للتعايش، حيث يمكن للأطفال اللعب في شوارعها دون أي خطر محدق، كما يتيح تخطيطها الحضري المتراصي وتسلسل طرقها تنظيما جيدا يسمح بالمرور بسلاسة بين مختلف أحيائها. بالإضافة إلى ذلك تستفيد المدينة العتيقة من وسائل النقل العمومية المتوفرة خارج الأسوار في وسط المدينة كالحافلات والسيارات والزوجه الصغيره والتي توفر الخروج الى مختلف مراكز المدينه. يجب فقط القيام بتحسينات ضروريه لاعاده الاعتبار للفضاءات العموميه وخاصه لبعض الشوارع ذات المحاضرات الحافله. من ناحيه جانب الطبيعه او ما يسمى كذلك بتوجيه الاوربان او الطيب الحضري، بفضل موقعها المركزي تبلغ مساحه الفضاءات الخضراء المحيطه بالمدينه العتيقه حوالي 6 هكتارات. ومساحة المدينة ككل هي 9 هكتار، أي ما يعادل 10 مربع لكل رسالة، وهذا شيء مقبول جدا بالنسبة للاستدامة من ناحية المدن المستدامة، وتسمح بعض الأزقة لغسل الورود والنباتات التزيينية، كما أن فضاء سوق صغير يتوفر على بعض الأشجار، يجب فقط زيارتها ليتم احترام المعايير الخاصة بمساحات الخضراء والفضاءات العمومية. من حيث التنوع البيولوجي يجب السعر على ترك المناطق المنحدرة المتسقة في أسوار المدينة في حالتها الطبيعية من أجل تحسين معدل الاتصال البيولوجي الذي يجب أن لا ينقطع. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يمكن الإشارة إلى ضرورة الحفاظ على المشاهد الطبيعية
والرؤى البانورامية سواء من جهة المطلق على الميناء أو المحيط الأطلسي أو في الاتجاه المعاكس من المدينة العتيقة وواجهة المدينة الإسبانية الروسية، وتجدر الإشارة إلى أن تصميم التهيئة وإعادة اعتبار المدينة العتيقة ينص على ضرورة الحفاظ على هذه المشاهد الطبيعية. فيما يتعلق بالتلوث، تعاني المدينة القديمة من نفس الظواهر والمعيقات والانقباضات التي تعاني منها جزء أحياء المدينة. التلوث البصري ناتج عن عدم احترام للمدينة وانتشار الأسلاك لأنواعها على الواجهات وتثبيت الأخبار التلفزيونية واكتظاظ مختلف على العلامات التشغيل. ثانياً، التلوث المرتبط كذلك بالعجز الحاصل في إدارة النفايات المنزلية، تواجد حاويات النفايات في الأماكن العامة والتخلص من النفايات عن أنقاض مبادئ الفصول. فيما يتعلق بعملية الأيض الحضاري، توجد في المدينة العتيقة موارد جد هامة التي يجب تسليط الضوء عليها. أولا، العمارة التقليدية وهي عبارة عن هندسة ملائمة للبناء بجدرانها السميكة التي توفر قصورا حرارية جيدة وأزقتها الضيقة تخفف عليها من شدة الحرارة في فصل الصيف. وثانيا، إعادة تدوير مياه الأمطار لضرورة تنظيف خزانات مياه الأمطار الموجودة في البنايات والتي تم التخلي عنها نهائيا. وكذلك من خلال تشجيع استخدام الطاقات المتجددة خلال إنشاء ترميم المنازل والحمامات. مقاييس التخطيط الحضري المستدام، يعد مقياس التخطيط الحضري المستدام أداة تحتوي على 12 مشرط يهم مجالات التنمية المستدامة، وتنقسم هذه المؤشرات إلى ثلاث محاور كما سبق أن ذكر: التمازج، الحركية، والطريقة أو البيئة الحضرية. بفضل هذه الأداة سنعمل على تقييم مدى تطابق المدينة العتيقة بما يتعلق بمعايير المدينة البيئية. يمكننا أمر أن المدينة العتيقة على شكلها الحالي تستطيع أن تصل إلى مستوى الأحياء البيئية. فقط هناك مجموعة من الإجراءات التي إذا ما اتخذت من شأنها أن تسمح لهذا النسيج بالتطور مع الحفاظ على هويته التراثية والحفاظ على تقنيات البناء التقليدية وتحسين سبل العيش الأفضل للساكنة وتطوير الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، دون أن ننسى أن الحفاظ على المساحة الطبيعية للقرب والحفاظ على العلاقة بين المدينة التاريخية والمدينة الحالية. وتجدر إشارة إلى أنه بالنسبة لكل ما يتعلق بعملية الأيض الحضري يجب العناية بالنجاعة والكفاءة الطاقية وإعادة تدوير المياه سواء المستعملة أو مياه الأمطار ومعالجة النفايات وفرز الانتقائي وإعادة تدوير المواد المنتقاة منها كما يتعين. بل هذه الشروط ليس فقط على مستوى المدينة العتيقة ولكن أيضا بالنسبة للمدينة برمتها. سأتطرق في الأخير إلى بعض التوصيات التي تهم فقط مدينة العرائش، وأشكر الإخوة الذين سبقوني على أنهم ذكرونا التوصيات التي تم اتخاذها البارحة. هذه الاقتراحات هي مجرد اقتراحات ولكن لكم واسع النظر بأن تروا إذا كانت مناسبة أو تضيف إليها اقتراحات وتوصيات أخرى. ستكون التوصية الرئيسية هي احترام النصوص الدولية والوثائق التخطيط الحضري السادس للمخطوط، لا سيما أن المغرب تم التوقيع على هذه الاتفاقيات منها الأهداف التنمية المستدامة لزودي 2015 ولا سيما منها الهدف 11 وميثاق واشنطن لعام 1975 فيما يتعلق بحماية التراث، وقبل كل شيء تصميم التهيئة وإعادة الاعتبار المصادقة عليه في عام 2013 والملزم لكل من الإدارة والموظفين. وأقول هذا إذا كان الشرف أنا وزوجتي أن نشارك في هذه الدراسة، ولكن أقول أن هذه الدراسة كانت صدمة لأخذ بعض القرارات الجريئة آنذاك، حيث أن النقاش عن المدينة المستدامة هو نقاش يمكن أن نقول نقاش حالي، أما في 2013 نتكلم على هذه الأهداف. بالإضافة إلى ذلك هناك حاجة ماسة إلى توفير برنامج مستمر للتوعية وتكوين السكان حول المدينة المستدامة والتراث
يجب ان يستفيد في هذا البرنامج سواء سكان المدينه العتيقه ومختلف اشخاص الذين يقررون مصيرها يوميا. وهنا يمكن ان نطرح السؤال كيف يتم نشر الثقافه في فرع التراث؟ اولا من خلال المعارض وبالتالي تغيير معرفه الجمهور نفسها بطلب ترتيب البنايات والمجالات التراثيه بتعميق الانشطه الاجتماعيه داخل هذه الفضاءات العموميه من خلال خلق جاذبيه ثقافيه وتحسين الظروف التنافسيه للمدينه. تعتبر المدينه التاريخيه بمثابه مولد كما قال السيد عامر يريد ان يوجه التنميه الحضاريه للحفاظ على المعرفه في تاريخ الاماره واعاده تسريعها في المجتمعيه التقليديه باستمرار. من الضروري الحفاظ على التراث كمصدر المعرفه او محفوظات حقيقيه لاعاده قراءتها وتحليلها باستمرار. واشكركم على حسن الاتصال.